أعزائي المشاهدين، ورجعت لكم بعد الفاصل ومعايا في الاستوديو دكتور رانيا سيد عبد العليم، دكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب ومدير بالقصر العيني جامعه القاهره، ودكتور احمد سمير استشاري العلاج الطبيعي والاطراف الصناعيه. هنتكلم النهارده عن علاج مرض بتر القدم السكري والتاهيل للطرف الصناعي. طبعا في ناس عندها لغط كثير جدا وخوف شديد جدا، هل الطرف الصناعي اللي بيتم تركيبه هل هو الطرف المناسب، وهل بيكون في الام ولا لا، وحاجات كثيره جدا عن موضوع الطرف الصناعي. عشان كده دكتور رانيا دلوقتي هتجاوبنا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. مبدئيا كده يا دكتور، يعني مرض البتر، هل يا دكتور نسبه البتر في مصر والاسباب اللي ممكن تسبب لبتر احدى الاطراف بنسبه كام في الميه؟ بصي، هو 80% من اسباب البتر بتبقى بسبب مرض السكر للاسف. يعني دي ممكن حاجه ما حدش يتخيلها، انه اكتر سبب للبتر في مصر عندنا مرض السكر. في عندنا 10% حوادث، طبعا حد يحصل له حادثه فيحصل له بتر في ايديه في رجليه وات ايفر المكان. و10% بقى بتبقى حاجات اخرى زي امراض عظام، زي الاورام، اورام الخبيثه والحاجات دي. ده 10%. اكتر يا دكتور المناطق المتضرره او يعني اللي بيتم فيها البتر في الجسد، هل هي القدم ام الايد؟ لا، الاكتر طبعا، خصوصا لو هنتكلم على السكر، القدم السكري هي دايما اللي بتوصلنا لطريق البتر. طيب ده طبعا الاكتر. اوكي، الاسباب يا دكتور اللي ممكن توصل للبتر، يعني اسباب طبعا كتيره جدا ومتعدده، ومرحله البتر دي بتكون اخر مرحله خالص في المريض او في المراحل بتكون متاخره. قولي لي كده يا دكتور الاسباب بالترتيب. طيب، احنا مبدئيا احنا بنتكلم طبعا عن اسباب البتر دلوقتي عشان الناس تبقى معانا في الصوره. بنتكلم عن اسباب البتر في السكر، في مرض السكر. تمام. احنا خصينا من حالات البتر اللي هنشرحه دلوقتي السكر، لانه هو ده الحاجه دلوقتي اللي محتاجه شرح، لانه مثلا حد عمل حادثه واتبتر فخلاص حصل البتر، فاهماني؟ لكن احنا ايه اللي وصلنا للبتر، ده اللي احنا هنتكلم عليه في مريض السكر. طبعا مريض السكر اول حاجه بيعاني منها بيبقى عنده التهاب في حاجه اسمها التهاب اعصاب طرفيه. ده بيحصل دي في حاجه اسمها المايكرو سيركيوليشن، اللي هي الدوره الدمويه الدقيقه. ماشي، الدوره الدمويه الدقيقه دي، فبيبدا النرف اللي هو العصب مش واصل له بلاد سبلاي كويس، يعني مش واصل له تغذيه كويسه. فتبدا من هنا مشكله حاجه اسمها التهاب الاعصاب الطرفيه. العيان بيبدا يحس، بيدخل في 6 مراحل. المرحله الاولى بيحس فيها بالم، المرحله الثانيه الم الم الم، فالمخ يبدا يتجاهل الاشاره، فندخل في مرحله التنميل. التنميل بقى ممكن يبقى معاه حرقان، يقول العيان عندي تقل في رجلي. بعد كده ندخل في المرحله الثالثه اللي هي مرحله فقدان الاحساس، يبدا العيان يقول لي انا مش حاسس برجلي، انا ممكن الشبشب يا دكتوره يتخلع من رجلي ومن غير ما احس. بدانا في مرحله فقدان الاحساس. المرحله طبعا الرابعه اللي بعد فقدان الاحساس على طول، واحد مش حاسس برجله، فممكن يتعور حتى لو جرح سطحي. ندخل بقى في القدم السكري وجروح القدم السكري ومشاكل القدم السكري. المدة يا دكتور اللي ما بين الـ6 مراحل، يعني الممكنة هنقول دلوقتي المرحلة بس الخامسة عشان الناس ما تتوهش من المرحلة الخامسة، اللي هي بعد ما خلاص حصل قدم سكري وجروح. وممكن برضو في المرحلة الرابعة دي أحب أنوه إن في بعض الناس بيدخلوا فيها في القدم السكري مش شرط يبقى جرح، حاجة اسمها شاركوت جوينت. شاركوت جوينت يعني إيه؟ إن العظم يبدأ يفصل من بعضه من كتر ما ارتفاع السكر وضعف الدورة الدموية. زي ما هي برضو بتأثر على الأعصاب، ممكن العظم كمان من الحاجات اللي بتتأثر في مرض السكر. تمام، الشاركوت جوينت العظم يفك من بعضه. دي في حاجات هنتكلم عنها بنعملها برضو تساعد العيان، زي نثبت العظم ده عشان نأخر مرحلة البتر قدر المستطاع. وفي مرحلة من العيان يحصل له جرح. جروح القدم السكري غالبا اصلا مرض السكر بيبقى صعب التئام اي جرح فيه، اكيد. فالجرح بقى في مكان مش حاسس بيه، بتبقى بتيجي من هنا المشكله. المرحله الخامسه اللي هي خلاص الشرايين الرئيسيه اتسدت. احنا كنا بنتكلم كل الوقت اللي فات على المايكرو سيركيوليشن، اللي هي الدوره الدمويه الدقيقه. دلوقتي الشريان الرئيسي بتاع الرجل نفسه بدا يتسد،
فدي بيدخل بقى العيان في سكه طب نركب دعامات، طب نعمل قسطره، طب مش عارفه ايه. وغالبا يعني اغلب العيانين دول للاسف بيدخلوا في المرحله السادسه اللي هي مرحله ان يحصل غرغرينه في الرجل ويحصل بتر. تمام اوكي. السيركل يا دكتور، الست مراحل دول ممكن يتموا في خلال قد ايه لمريض القدم السكري؟ بصي دي مختلفة بقى من بيشنت، يعني من مريض لمريض، دي مختلفة على حسب حاجات كتيرة قوي، على حسب السن، على حسب الوزن، على حسب تنظيم السكر بتاعه ومستوى السكر في الدم ايه، لان السكر ده بيتراكم في الخلايا بتاعت اللي هي جدار الأوعية الدموية، بتحول لمركب كيميائي تاني اسمه السوربيتول فيزود الانسداد. فلو هو بقاله عنده 20 سنة عنده سكر، حتى لو سنها صغير، حتى لو جالها سكر وهي عندها 10 سنين ودلوقتي هي 30 سنة، هي ممكن تبقى عرضة انها تدخل في قدم سكري وبتر. يعني السن الصغير مش خارج بره القاعدة دي. تمام. طب تم البتر دكتور احمد، تم البتر امتى بتبتدي تتدخل مع المريض بعد البتر، بعد مرحله قد ايه او بعد مده قد ايه؟ بص يا فندم، هو اول حاجه عايز انبه عليها ان العيان يبقى عارف هو بيتعامل مع مين قبل ما ابتدي اتكلم في موضوع البتر نفسه. هل بيتعامل مع دكتور ولا هل بيتعامل مع حد مش فاهم في المهنه كويس؟ لازم يكون بيتعامل مع حد فاهم كويس قوي اللي الدكتوره بتقوله. تمام. ان العيان وصل ازاي. التاهيل الصحيح للمريض البتر المفروض يبتدي قبل العمليه باسبوع اصلا، نجهزه حتى نفسيا. تمام. بس هو التاهيل في مصر بيبتدي بعد اول اسبوع من العمليه. بعد مش قبل. بعد طبيعي يا فندم. تمام. او المنتشر في مصر. التاهيل دوت بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره اولا جزء نفسي، تمام، ان احنا بنعمله سبورت نفسي، جزء ان احنا عن طريق ان احنا بنوري له عيانين كانوا زيه ومشي وبقوا كويسين. تمام. سواء بتر تحت الركبه او فوق الركبه. بنجهزه ازاي بقى؟ التجهيز ده بيتقسم لحاجتين. تمام. تجهيز اول حاجه للرجل المصابه، الرجل اللي فيها البتر. تمام. الرجل اللي فيها البتر دي العيان بيحس بالام مختلفه فيها بعد اول اسبوع من العمليه. الالام دي منها ايه؟ الم اسمه فانتوم بين، شبحي. تمام. يبقى عامل عمليه البتر ومتخيل ان رجله موجوده ووجعاه. تمام. سواء تحت الركبه او فوق الركبه. الم في نهايه العظمه. تمام. الدكتور نشر العظمه فاللحم بيبقى لازق فيها فبتعمل احتكاك معاه فبتوجعه. الالم الثالث بيكون بسبب الرباط الضاغط، ازاي يربط البنداج بشكل كويس عشان يقدر يحدد حجم الرجل. تمام. عشان يشيل السوائل الزياده اللي فيها عشان الجرح يقفل على بعضه فيلم باسرع وقت ممكن. تمام. فبدل ما يلم في شهر هيلم في اسبوعين. تمام. تمام. يبقى انا كده جهزت الرجل المصاب. دي كاول حاجه. تمام. علمته ازاي يشيل الالم الشبحي الفانتوم بين الرهيب دوت. علمته ازاي يشيل الم اخر العظمه سواء بتر تحت الركبه او بتر فوق الركبه. البتر فوق الركبه ان هو بيحس ان بكتله لحم بتتحرك معاه. تمام. ازاي برضو ان انا احجم الموضوع دوت. ده بالنسبه للرجل اللي فيها البتر. تمام. ازاي بقويها يا فندم واجهزها انها تبقى تقدر تستخدم طرف صناعي. ده يا دكتور الثلاث مراحل دول بتاعه التاهيل بتاخد قد ايه تقريبا مع المريض ولا بتختلف من كل مريض لكل؟ طبعا من كل مريض لمريض. تمام. في بقى احنا اتكلمنا على الرجل المصابه. تمام. الرجل السليمه. الرجل السليمه بقى بتبقى ايه؟ بتبقى مصابه بمرض التهاب الاعصاب الطرفيه اللي الدكتوره اتكلمت عنه وهتقول ازاي نعالجه. تمام. بيبقى معاها دايما خشونه في الركبه معظم العيانين. ركبه او حوض. تمام. او تيبس في مفصل الكتف اسمه فروزن شولدر، الكتف المتجمد. دي برضو من مضاعفات مرض السكر. تمام. ان احنا الفكره يا فندم ان انا بعالج الموضوع ككل. مش بركب طرف صناعي وبس. تمام. دي اهم نقطه. تمام. تمام. ان احنا بنعالج المضاعفات المصاحبه مع مرض السكر والبتر. طب بيتم يا دكتور علاج الطرف يعني او الرجل اللي تم فيها البتر مع حضرتك قلت مع الرجل السليمه في نفس التزامن وفي نفس الوقت؟ يا فندم من اول اسبوع يبقى العيان اولا جهز عضليا وجسمانيا ونفسيا. تمام. ان هو بعدها باسبوعين ثلاثه يركب الطرف الصناعي مجرد ما يشيل السلك. مش لازم استنى ست شهور يكون خلص خالص. تمام. يعني فاهم. طيب امتى بقى يا دكتور بتبتدي تتدخل يعني بعد التاهيل امتى بتبتدي تتدخل تركيب الطرف الصناعي؟ تركيب الطرف الصناعي بيبقى يوم اخذ الماس بيكون يوم فك السلك. تمام. بس انا بكون رابط كويس قوي ومجهزه كويس قوي الفتره دي كلها. تمام. تمام. ببتدي ان انا اخد الماس، مقاس الجبس بتاعه واعمل له الترايل سوكت، السوكت التجربه اللي هيمشي بيه، يمشي بيه لمده اسبوع وبعدين ابلاي السوكت النهائي. تمام. تمام. طيب. دكتور رانيا، يعني المرض السكري قبل مرحله البتر طرق العلاج اللي ممكن يتجنب بيها المريض انه يوصل لمرحله البتر؟
تمام. بس عايزه اعلق كمان، دكتور احمد قال نقطه مهمه نوصل احنا يعني دي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للعيان. من المشاكل اللي احنا شفناها مع المرضى انه العيان دايما لما بيروح، هو معظم اصلا اللي بيشتغل للاسف اطراف صناعيه ما هماش دكاتره متخصصين، بيبقوا شركات وناس اصلا بعيد عن المهنه خالص وعن الطب كل البعد، يعني ما بيبقاش ده تخصصهم. فالعيان بيركب الرجل الثانيه فيها التهاب اعصاب طرفيه، لان مرض السكر من الامراض التهاب الاعصاب الطرفيه ده اسمه سيستميك ديزيز، يعني بيسيب الناحيتين بنفس يعني زي ما اللي اتبطرت دي في تعبانه اللي موجوده برضو تعبانه، ممكن تسبب فعلا لمرحله بتري فيما فيما بعد. بيحمل غلط ما هو بيحمل الجهاز غلط، فيحمل على رجله السليمه فالسليمه كمان تتبتر. بالظبط كده، فلازم يتعالج صح. بالظبط كده، هو ده اللي احنا يعني انا ودكتور احمد عايزين نوصله دلوقتي للناس. من الاخطاء اللي احنا شفناها ناس يعني ركبت الجهاز وما عرفتش تستخدمه، ناس بسبب والسبب الشائع اللي احنا لانه ان هو العيان ولا تاهل كويس ولا عالج الرجل الثانيه من التهاب الاعصاب الطرفيه ولا عمل تاهيل، لان احنا بنعمل برنامج تاهيل للرجل المصاب اللي حصل فيها البتر والرجل الثانيه بنعالجها من التهاب الاعصاب الطرفيه لان هي كمان فيها تعب زي ما قلنا مرض السكر بيسيب الناحيتين. التاهيل ده يا دكتور تقريبا مدته بتكون قد ايه؟ يعني احنا بيبقى حوالي اسبوعين، لو احنا هنعمل بشكل يومي بيبقى حوالي اسبوعين. في الوقت ده بناخد المقاس بتاع الجهاز وبنركب له الجهاز. كمان الميزه في ان هو برده بيتعامل مع دكاتره حاجه ثانيه، انه مش بس ان هو بيتعمل له تاهيل صح وكده، احنا كمان بنساعده غير الشركات. الشركه عايزه تبيع لك اعلى نوع، لانه الموضوع شويه تجاري غير التعامل مع دكتور. احنا بنديله الجهاز المناسب لحالته. بمعنى ايه؟ انه الجهاز ممكن عيان مثلا يبقى مثلا في عندنا مثلا في الركب انواع ركب كتيره جدا، بس ممكن احنا شايفين كدكاتره ان احنا محتاجين السيفتي اكتر، ان العيان الامان بتاع العيان اكتر، مثلا زي العيان اللي سنه كبير. فمثلا الشركه عايزه تبيع مثلا ركبه الهيدرويك، دي اعلى ركبه اللي بتخلي العيان يمشي ماشيه طبيعي، بس دي مش مناسبه للسن ده. يعني احنا السن ده بنفضل مثلا نركب له الركبه الثابته وهي بتبقى اقل في السعر بكتير. تمام. وبتبقى افضل للعيان وبيعرف يمشي بيها عن الركبه المتحركه او الركب الهيدروليك، مع ان الثانيه مثلا الشركه بتبيعها لانها اغلى كتير. بس احنا بنفضل للعيان، فاحنا حتى بنعرف العيان يختار انهي نوع، النوع الافضل ليه على حسب صحته على حسب سنه على حسب وزنه. طيب دكتور احمد، دكتور رانيا كانت بتقول ان اختيار الطرف الصناعي بيكون طبعا بناء على اختيار الطبيب من الدرجه الاولى، هل البيشن او هل المريض ممكن يتدخل ويقول لا انا مش مرتاح، الطرف ده مش مناسب ليا بشكل ما او بيسبب الم، ولا انتوا يعني بيكون لكم طريقه معينه لاقناع المريض بان الطرف ده اكتر طرف مناسب؟ بص يا فندم، هي اولا عوامل كتير قوي برضه داخله في اختيار الطرف الصناعي. اولها طبعا السن. تمام. السن ده اهم حاجه عندنا، عامل الامان. تمام. تاني حاجه او هيستخدم الطرف في ايه. تمام. مده يعني هيتحرك بيه، هينزل يشتغل بيه، هيروح بيه لحد الجامع بس ولا ايه. دي العوامل اللي بتحدد الطرف. ثانيا وزنه، وزن الجهاز نفسه. تمام. كل ده احنا بنختاره احنا للعيان. انا بشرح له العيان، بشرح العيان ان في ركبه ثابته وركبه متحركه عاديه وركبه هيدروليك مثلا لو هو فوق الركبه. تمام. فبختار الانسب ليه. لو عيان كبير في السن يبقى ياخد الركبه الثابته، لو عيان شاب صغير ياخد الركبه الهيدروليك. مش الاختيار راجع للسعر هنا. تمام. تمام. المنتجات هي موجوده، الدكتوره بتوضحها لحضرتك ان المنتجات موجوده، سواء مصري سواء تركي سواء صيني سواء الماني سواء انجليزي، كله موجود. المهم التاهيل يا فندم. ازاي اعلم العيان ان هو يستخدم الجهاز بشكل سليم؟ زي ببساطه كده، تشبيه بسيط، ادي لحضرتك عربيه وحضرتك ما تعرفيش تسوق، هتاخدي العربيه تعملي بيها حادثه، تعوري بيها نفسك. تمام. لا، لازم اعلم حضرتك ازاي تستخدمي الطرف الصناعي بشكل امن. تمام. دي اول نقطه. ولازم اعالج المضاعفات اللي الدكتورة هتتكلم عنها، ازاي اعالج المضاعفات. مضاعفات ايه بقى يا دكتور؟ يعني مضاعفات ايه اللي بعد التركيب الطرف الصناعي بيتم يكون فيه مضاعفات؟ احنا بصي، احنا في جزء تاهيل قبل تركيب الطرف الصناعي بيعمله للعيان، وفي جزء تاني بنكمل معاه
بعد ما بنركب الطرف الصناعي طبعا الشركه بياخدوا المقاس لان مش متخصص ياخد المقاس يجي يركب الطرف عرفت يعرف يستخدمه يستخدمه ما عرفش خلاص وغير بقى التحميل على الرجل اللي تعبانه يؤدي احنا بقى بنعالج الرجل اللي هي مش واشهر السليمه مرض علاج التهاب الاعصاب الطرفيه اللي هو في القدم السليمه اللي هو في القدم السليمه ايوه هي ايه التهاب الاعصاب الطرفيه ده هو السكر لما بيعلى وينزل عن مستوى الطبيعي بيضعف الدوره الدمويه اللي واصله للرجلين الاثنين على شكل شراب تمام في المايكرو سيركيليشن في الاوعيه الدقيقه خالص فبيسبب الاعراض اللي الدكتوره قالت عليها الالم تنميل وبعدين فقدان الاحساس تمام طبعا واحد فقد الاحساس هيعور رجله بقى قدم سكري احنا بقى بنعمل ايه بنعمل كورس علاجي مكثف لالتهاب الاعصاب الطرفيه مدته قد ايه ده يا دكتور وبتكون امتى بالظبط تحديدا الوقت اسبوعين بنشتغل اسبوعين بنعمل 12 جلسه عندنا في 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 عندنا جهاز ليه طول موجي معين هو جهاز امريكي مخصوص للعلاج المايكرو سيركيوليشن فبنشتغل على الشرايين الدقيقه بتبقى مده الجلسه حوالي 3 ساعات يوميا بنشتغل ساعات كمان لما بيبقى جاي لنا ناس مثلا من بره مصر او كده بنشتغل جلستين في اليوم على فكره بنعمل له حاجه اسمها كورس مكثف بنشتغل معاه جلستين في اليوم بنشتغل على الدوره الدمويه الدقيقه دي وبنشتغل بحاجه اسمها يعني جهاز بيعالج الاورده وبيحسن كفاءه الاورده يبقى احنا اشتغلنا على الشرايين واشتغلنا على الاورده بتاعه الرجل وبعد كده بنعمل تقويه للعضلات يبقى اشتغلنا على العضلات وبنعمل حاجه علشان نقوي العظم بتاعه بيتزود بنعمل حاجه اسمها ماجنتيك ثيرابي ده بيزود ترسب الكالسيوم ده يا دكتور بيكون مع وجود الجهاز وهو راكب لا احنا بصي ده في الاول بنأهل العيان قبل ما هنخليه يحمل على الرجل دي عشان دي ما تبصش هي كمان تمام يبقى احنا في اسبوعين او لو هنعمل كورس مكثف اسبوع قبل تركيب الطرف قبل الصناعي قبل تركيب الطرف الصناعي وبعد كده بقى ركبنا الطرف الصناعي بيجي بعدها بقى بنكون احنا خلصنا الاول احنا قلنا التهاب الاعصاب الطرفيه ده وقلنا بنعالج فيه الشرايين الدقيقه بنعالج فيه الاورده بنعالج فيه العضلات تمام. بنعالج العظم بنعالج العصب بنزود حاجه اسمها النيرف هيلينج عن طريق برضو اجهزه عندنا بتزود بيها النيرف هيلينج يعني العيان بيستخدم حوالي 6 أو 7 اجهزه مع طريقه شغل معينه مع تمرينات تقويه وجهاز تقويه عضلات 6 اجهزه طيب نصيحه اخيره لان وقت الحلقه للاسف انتهى دكتور احمد نصيحه اخيره ل يعني الناس اللي ممكن تكون تعرضت لبتر وبتركب طرف صناعي النصيحة المهمة اعرف انت بتتعامل مع مين هل بتتعامل مع دكتور ولا مهندس ويقول لك انا دكتور اعرف دي كويس قوي تمام وما تسمعش كلام حد يعني بلاش ايه فلان هو اللي بعتني لفلان تمام. بلاش الحكاية دي تمام اسأل وجرب واسأل عندي وعند غيري وعند غيري واقتنع بالكلام شوف انت الكلام اللي يقنعك واقتنع بيه تمام واهم حاجة ان انت لازم تروح لحد متخصص في الموضوع ده تمام دكتور رانيا ميرسي جدا لوجود حضرتك معايا النهاردة في الحلقة دكتور أحمد ميرسي جدا إن شاء الله يعني أعزائي المشاهدين أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج لأنك تهمنا أشوفكم على خير